السؤال الأخير إبراهيم. السؤال الأخير يا شيخ، نحن الغضب وجهي على حد وهذا، وأريد أتراجع عن الدعاء حدث يا شيخ، هل ماذا الشروط أتراجع عن الدعاء؟ لما دعيت عليه وأنا غضبان أو شيء، هل أما ولد ولا صديق ولا شيء، وأريد أتراجع، ما أريد أتقبل الدعاء هذا. شكرا. عليك بالاستغفار، إذا دعوت على أحد تستغفر ربك وتدعو للشخص بدل أن تدعو عليه، تدعو له. نعم.